أنا أعتبر العود ابني، فلما يكون ابني معايا على المسرح أنا بكون أقوى. العود رافقني في كل مراحل حياتي، والآن بيرافقني في أهم مرحلة من مسيرتي الفنية. يلا يلا يا بابا. يلا يا يوسف. 1 2 1 2 3 4. أهلا أستاذ. نورت الدنيا. شكرا لك. وإيه الأداء الجميل والصوت الحلو ده؟ بعد ما عندكم يا أستاذ. ربنا يخليك، بتفكرنا بالزمن الجميل والغنى الجميل. ربنا يخليك يا حبيبي. شكرا لك يا أستاذ. اسم حضرتك إيه؟ أنا اسمي يوسف باجوبير. أيوة. من السعودية. يا أهلا وسهلا بيك يا حبيبي. أهلا هلا. أهلا فيكم. يا أهلا بيك. تسلم أستاذ. أنت عارف أنا لفيت لك ليه؟ قول لي ليه؟ تفضلي. ليه؟ أنت فكرتني بحد أنا بحبه موت. تعرف مين؟ طلال مدح؟ طبعاً. الله عليك. الله عليك يا يوسف. طبعاً. وإحساسك حلو. يعني شكراً. بجد يعني أنا وهاني لفينا بجد، إحنا انبسطنا جداً. وقلنا لبعض كده على فكرة يا يوسف أنت بتغني.